رجعنا لكم ومكملين مع بعضنا طبعا الجزء الثاني اليوم من حلقة الخميس من الام ناف، ونرجعوا لكم ونكتشفوا مع بعضنا طبعا زعما اش عندهم جديد ليبرتا فواياج، نشوفوا اش عندهم جديد ونكملوا مع بعضنا. صلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم ديما تتابعوا فينا وتابعوا في ليبرتا فواياج وين ما كانت. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله سامعينكم تشوفوا حضرنا زيد وسويدنا وجينا للمطار باش تتابعوا معنا الرحله خطوه بخطوه باذن الله. كنتوا كما العاده تتابعوا في المكاتب الاستشارات الاستفسارات الحجوزات التذاكر، لكن باش تشوفوا معايا ان شاء الله الرحله بالضبط كيفاش باش تكون باذن الله، وباش تشوفوا معنا كيفاش مع المرافقين كل التفاصيل ان شاء الله. حاج انا جايه داخله من غادي وهي عرضتني قالت لي كلمه، قلت لها ديجا بدينا معناها بالتاثير بالتاثير معناها انا تاثرت برشا الحقيقه بها باش تقولها لنا على الموج. شنو احوالك حاج؟ الله يخليك يعيشك ان شاء الله نهارنا زين وان شاء الله عمره مقبوله. اسمع على وجهها كانت كل يوم تطلع كل يوم تشرهدني في العمره، قلت والله ما نمشي راكي نمشي مع اللي اختار وان شاء الله عمره زينه ان شاء الله ومقبوله بحق محمد المحمد. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذك من معساء السفر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. إن شاء الله بعد لحظات تقريبا ما تمرين في الطيارة. الميقات الخطوط السعوديه قبل ما نوصلوا لجدة تقول لنا الميقات، هي تقول الميقات واحنا نقولوا لبيك اللهم عمره فتقبلها منا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصلنا مطار الملك عبد العزيز جدة، طبعا الحمد لله معتمرين على بيس هاكم تشوفوا فينا فوج باش يمشي لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. الحمد لله وأحرموا في الطيارة وشفتوا شفتوا الأجواء وفما فينا فوج باش نمشيوا للمدينة المكرمة إن شاء الله. لاباس حاجة شنو حوالكم؟ الحمد لله هيجا بحذينا عاد حاجة هيجا بحذينا امين ربي يتقبل منا الحمد لله. وصلنا في المرحله الاخيره للمطار مطار الملك عبد العزيز بجده. الحمد لله نحن توا في مرحله التوجه للحافلات، فما حافلات ماشيين للمدينه زوز المدينه وفما حافلات ماشيين لمكه المكرمه باش يأتيو مناسك عمرتهم الليله ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظهم مرافقينا. الله يبارك لك حاج محمد. الله يحفظك ويبارك فيك عايش، مرحبا بكم. يا سيدي في المطار نسمع تسمع كل حاج محمد يقول حتى الباجاج ما يطلع الا ما انا نطلعه ما شاء الله تبارك الله. شوفوا النظام هو وحتى سي انيس ربي يبارك لكم حاج محمد، شكرا لكم على هالرفقه هذه ما شاء الله بالدروس بالوعظ بكل بالارشاد بكل شيء موجودين معنا. الله يبارك فيك بالطبيعه هذه خدمتنا، ولو كانت تتذكر انت سالتني قبل شنو المرافق شو معناها وكان الجواب هو اللي ان شاء الله اللي تشوف فيه على الواقع وزاد ان شاء الله تشوف فيه. وهذا بالطبيعه هذه هي خدمه المرافق انه يرافق المعتبر في كل المراحل. لحظة بلحظة من مطار تونس كرتاج إلى فندق سجل المدينة الحمد لله. وجهة الحرم من هناك تشوفوا معتمرينا الحمد لله، واستقبال الحقيقة مشرف واستقبال يليق بمعتمرينا بليبرتا فواياج كما تشاهدوا. الحمد لله يا ربي في أحسن وأفضل الظروف هذه الرحلة، الحمد لله يا ربي مرافقينكم بإذن الله. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا.
دونك كان هذايا هو جديد ليبرتا فواياج. دونك نعاود نذكركم انه ليبرتا تقول لكم راهو ابواب التسجيل لعمر شهر سيدي رمضان الفضيل مفتوحه من الان. دونك بادروا وسرعوا بالتسجيل طبعا باش تحجزوا مقاعد رحلاتكم من الان. دونك عليكم كان تتصلوا بهم وتتواصلوا معهم عن طريق مكاتبهم وفروعهم المختلفه. عندنا فرع تونس العاصمه، عندنا مكتب صفاقس، مكتب سليانه، مكتب نابل والحمامات، مكتب حمام لنف، وان شاء الله في القريب العاجل باش يتم افتتاح زوز مكاتب. عندنا مكتب بيزاغوان ومكتب بالقيروان. وطبعا كي نقولوا العمره الناجحه ما نجم نقولوا طبعا كان ليبرتا فواياج. مشكورين كالعاده على خاطرهم ديما يحاولوا باش يقدموا افضل الخدمات عندهم باش يرتحوا المعتمرين الكل وحجاج بيت الله الحرام. مشكورين طبعا ليبرتا فواياج. خلينا نتعداو من ديريكتومون احنا للفقره المواليه اللي هي فقره صحتنا. دونك في فقرة صحتنا سعيدة انه حاضرة معنا مدام رانيا بالي مختصة في تقويم النطق. رانيا شنحوالك؟ مرحبا صافي، صحتك بخير؟ الحمد لله، عايشك الحمد لله. مرحبا بك يا رانيا. موضوعنا اليوم اللي باش نتناولوه برشا دي بارون يتفرجوا فينا توا باش ياخذوا النصيحة وباش ياخذوا المعلومة على خاطر سان سوجي تخي ديليكا بالنسبة للأولياء وبالنسبة حتى لصغيراتهم طبعا اللي عندهم المشكلة هذه واللي هي مشكلة التأتأة أو بما احنا نسميوه في تونس التوكويك. قبل كل شيء راني اجا نفسروه او نعرفوه اش معناها التوكويك، اش معناها طفل عنده التأتأة. دونك التوكويك اللي هو البيغيمون، دونك اللي هو اون فيت تروبل دو لا بارول، دونك مشكله اللي هي في النطق. تظهر عاده من العامين ونص لخمس سنين او العلامات نتاعها اللي هي صغير يلقى فيها صعوبه بيان سور في النطق، ما يكونش مسترسل، ما يكونش يعني فلويس، مانيفيست بار دي ساكاداسيون دي ريبيتيسيون انفولونتير، ما يتحكمش فيهم بارفوا، زاد بلوك يعني ريسبيراتوار في النفس. دونك هوني نلقاو اللي تركيبه الكلمات والجمل ما تكونش مسترسله يعني طبيعيه. هل هذه من عند ربي او فما حاجات تاثر على النطق هذايا؟ هي احنا كي نشوفوا معناتها ستاتستيك اللي وقع معناتها الدراسه على شنو سبب الاوريجين شنو هو التوكويك، دونك 70% نقولوا اللي التوكويك سي جينيتيك، يعني عامل جيني بما فيه يعني عامل ليريديتير اللي هو عامل الوراثه. يعني واحد عنده شكون عنده تأتأة في العائله يخاف يقول أكيد. انا فما ريسك بنسبة 70%. 70 اكيد اي بنسبة 70% وي. هذه بالنسبة اللي نقولوا صغير هل مولود به، وقتاش تظهر عليه الحاجة هذه؟ كما قلنا صفاء احنا هو العلامات قلنا تظهر من العامين ونص، لكن احنا يعني كوم دي بارون وقتاش يستناو شوية علاش خاطر برشا صغيرات يمروا بحاجة تشبه للتوكويك، ما هي سي دي ايزيتاسيون ماهيش دي بيغيمون، خاطر وقتها صغير قاعد معناتها لوغ دو لا ديفلوبمون لونجاجيي قاعد يتعلم يعني في اللغة وكل شيء، دونك سي توت افي نورمال، برشا تصير يعني كونفيزيون بين ليزيتاسيون de la parole le bégaiement. Donc faire comme binette هما نفس العلامات صافي مي البيغيمون يقعد حتى كشي بعد ال5 ans. دونك احنا كان شفنا مع التصغير نتاعنا بديت العلامات يعني بريكوس وقعدت من ال4 سنين قعدت حتى كشي لاج سكولير. شو معناتها لاج سكولير؟ ما نستناوش المكتب، ما بديت في نقولوا احنا صغير بدا انتجري في جاردان دونفون وقعدت يعني العلامات هذيك والمشكل نتاع ساكاداسيون نتاع الكلام. دونك هوني بعد البيلون بيان سور نجم يقوم به كان الاورتوفونيست، البيلون اورتوفونيست وقتها باش احنا نحددوا اسكو ان سوجي بيغ والا لا والا بطويل المده. فوالا هل الصغير باغ اوبليغاسيون يبداها من اللي هو صغير او تنجم في المكتب يولي عنده التوكويك مثلا في ال5 سنين في ال6 سنين، يعني مش دوبا تعلم الكلام، يعني كان يحكي عادي يتكلم عادي إدانكو ولا عنده التأتأة هذه؟ به كما قلنا صافي راهي التأتأة ديما الأكثرية هي حكاية نسب،
موجود هو، يعني السؤال نتاعك توتافي صحيح موجود، مي بنسبه كبيره انه تكون ديجا فما علامات وقت اللي يكون التطور اللغوي نتاعو بعد العامين ونص، لكن تنجم زاده تطلع يعني بعد لاج دو 5 في 6 7 سنين وي تري بوسيبل اذا كان فما زاده عامل وراثه، ينجم تكون العلامات توخر شويه. لهنا نحكيو على عامل جيني ممكن سي باثولوجيك نوعا ما، فما ناس العامل النفساني ممكن، هل عنده ساعات تقول لك بنتي في الاج دو 20 طون صار لها شوك ايموسيونيل او ايا كان ولت عندها التأتأة هذه؟ وي دونك البيغيمون فما برشا انواع، كما ينجم يكون كما قلنا احنا جينيتيك، شنو ما 30% الاخرين يقول القايل. دونك ينجم يكون نورولوجيك عصبي اللي هو يعني بعد اكسيدون يعني فاسكولير، بعد لا قدر الله اكسيدون فاسكولير يعني مربوط بالقلب لهنا. اكسيدون فاسكولير ينجم يكون ديميري سيربرال يعني ديميري يكون حاد فما ديميري، زاد الحالات ما بعد الصدمه اللي نحكيو عليهم اللي فيهم فيهم الجانب النفسي، مي هو نقولوا له احنا بيجيمون نوروجين نوعيه اخرى، كما فما المكتسب كما فما النمائي، يعني وهوني باش تتعدد انواع البيجيمون. اكيد هنا العلاج باش يختلف بيان سور بيان سور. نرجعوا شويه للاعراض الاوليه لهنا، هل فما صغير ينجم نفيق به من الاول ونفرق بين التأتأة ونفرق بين ليزيتاسيون؟ هل فما علامات صغيره تدل، هل فما حركيه او ديتيك يعملهم صغير بيديه او بعينيه او نفسانيا نفيقوا اللي صغيري ماشي نحو التأتأة يعني؟ هي صافي العلامات راهي واضحه برشا، اذا صغيري يعني عاود ريبيتيسيون انفولونتير نتاع اول حرف في الكلمه، والا يشد يعاود اول كلمه من الجمله، والا الالونجمون دي سيلاب، والا كما قلنا احنا ساكاداسيون ريسبيراسيون انفولونتير، ساعات صغيرات يكون يحكي تو دان كو يجي بلوكاج ريسبيراتوار، دونك برشا بارون يقول لك تيان بالك شي انا عندي مشكل نتاع نفس، الوغ كو هو راهو لي توت افي نورمال، سي هو لي بالرساله العصبيه، يعني تعرف انت لي ميسفير غوش اللي هي تتحك منا احنا في الكونترول نتاع البارول نتاعنا، والكافيتو بيكال اللي هو جهاز النطق، دونك هوني صغيرات هذوما عندهم الرساله العصبيه واللغ الوقت نتاع النطق نتاعهم، دونك ما فماش فلويديتي ما فماش اغموني، علاش نقولوا احنا البيجيمون مصنف من الامراض. فهمتني صافي، ماهيش حاله ليزيتاسيون اللي قلنا عليها وسالتني شنو هو الفرق، ليزيتاسيون تجي للصغير عنده حاله نفسيه معينه، والا إل سو تخوف دون ان مليو ان بو هكا ديليكات، والا الانتيغراسيون سكولير نتاعو كانت صعيبه، دونك هوني باش يتعطل في النطق، مي راهي مرحله وتمشي على روحها، يعني ما تفوتش برشا اشهر، فهمتني؟ العلاج هنا مريم يختلف سلون الحالة، سلون وقتاش فقنا بصغيرنا عنده التوكويك أو التأتأة، أو هو علاج لجميع المراحل لجميع الأعراض، يعني كما اللي يتأتأ في حروف معينة خد فما ظهالي تأتأة أو توكويك في الكي والقاء، صحيحه الحكايه هذه؟ باهي صافي، هو ليزيتاسيون اللي تجي معناتها التوكويك نتاع الحروف كل واحد وشنيا وشنيا الحروف اللي تجي، ما فماش معناتها حاجه ستاندار نفس باش يتعطلوا في نفس الحرف. باهي بالنسبه للعلاج، احنا العلاج اول حاجه كيفاش نقضيو على البيجيمون، وهذا بيان سور يرتبط بالدياغنوستيك بريكوس، قد ما يكون الصغير معناتها باشر على بكري، قد ما يكون احنا عندنا يعني شانس باش بيان سور من الاول باش نبداو بالتحسن حتى نقضيو على، مي اذا وصل يعني للادوليسونس والا اللاج، احنا في الكابينيت تعرف كيما عندنا صغار كيما عندنا ادوليسونس كيما عندنا يعني لي زادولت، دونك لادولت هوني نخدموا بدي تكنيك اخرين كيفاش نتحكموا ونخبيو البيجيمون نتاعنا. تتخبى لكن ما تتنحاش بالنسبه في اللاج ادولت نجموا احنا نقصوا بالكدا، يعني احنا كي تبدا عندنا اون فراز وانا جاتني فيها دي ريبيتيسيون دو تروا، نجم انا نقص، نجم انا نحكي يعني ان بون ديسكور مي ما فيهوش برشا ايزيتاسيون، ونقول لك ان الحاجه اللي هي تطمن توا ويعني اللي هي العلم زاد تطور برشا، وتوا احنا في الكابينه نتاعنا
انا يعني سبيسيالمون فما ديزاباري يعني المانيه اللي هي تعطينا الدياغنوستيك نتاع الباغول وتعاوننا برشا يعني في العلاج. بالنسبه للصغيرات هل فما بروتوكول معين علاجي تبداو بيه؟ شنو هي اولى المراحل؟ هل العمر عنده دخل؟ هل ممكن العمل النفسي زاد كيف كيف؟ اول حاجه صافي بالنسبه للصغار تريز امبورطون باش نعرفوا لونفيرونمون فاميليال نتاعهم، باش نعرفوا يعني الكاركتير نتاع البارون، خاطر علاش يتدخل فيه زاد تريتمون دو كومبورتمون نتاع الصغير هذاك. دونك الصغير اللي يوكو كوني نجم تكون عنده ان مانك دو كونفونس ان سوا، نجم يكون عنده دي سي بارون معناتها ان بو سيفير، فما يعني ضغط على الصغير اللي هو فما دي بارون يحسسوه بالكومبلكس هذاك اللي عنده. الا تنجم تجي من الكادر سكولير ولا حاجه. دونك اول احنا فاز نخدموها اللي هي الجيدونس يعني كومبورتمونتال والجيدونس بارونتال، دونك هذا سي بسيكولوجيك. وبعد اكيد اي سوجي معناتها صغير يكون عنده البيغيمون اكيد باش نلقاو هوني البرتورباسيون كبيره في الريسبيراسيون نتاعو. دونك ما الريسبيراسيون ريغولييغ نحاولوا تكون الريسبيراسيون يعني العلاج يبدا من تنظيم النفس، تعلمو يتنفس بالصحيح وي الصغير وي لهنا وي وي وي. بعد تبدا حتى الصغير عنده التوكويك عاده يكون كلهم عندهم تيفويد دير كلك سوا يعني نازل والا فارنجال. به انا باش نحكي على حاجه ممكن نعرفوها التوانسه الكل، فما فنان تونسي اللي هو كلاي بي بي جي وي. يعني كي يحكي عنده التأتأة اما كي يغني وي تختفي تماما. سايكزيست هذه والا هو سي ان فينومين ينفرد به ولا سبحان الله وي. موهبه وي. او نعرفش سي توت افي تحيه ليه لما حالا اي سي توت افي صافي راهو ما نجموش نوكوكو في حاجه حافظينها باغ اكزومبل في غنايات صغار اللي جوني يعني والا حتى ميم لادولت غنايات قران دي سيتاسيون والا توسكي معناتها في دي تكست ما نجموش احنا حاجات يعني بالسبور فيزويل نوكوكو فيهم. وقتاش هوني يكثر التوكويك؟ وقت اللي يبدا سوجي اون سيتياسيون دو ستريس، كي تبدا حاجه الامبروفيست كما قلت انت واللي هي نستعملوا فيها اللي احنا نسميوها الميموار يعني ميغوار. شو معناتها الميغوار؟ ميموار ميغوار اللي انا كيف نسالك وانت لهنا تجيك ستيميلاسيون اللي انت مطالب باش تجاوبني. دونك ستريس هذاك صحيح ساعه عصبيه يعني سي نورولوجيك تتفي يعني دونك نجم صغير عنده تأتأة لكن يقرا ريسيتاسيون كيبدا حافظها بالميموار فيزويل يعني لازم قدامه يقراها ما يتأتأش كيبدا يقرا بحاجه يعني حافظها والا حتى قدامه يقرا فيها؟ لا كي يبدا يقرا ينجم لهنا يتعطل، مي كي يبدا حاجه هكا فيها ريبيتيسيون تبدا في الميموار ا لون تيرم دونك هوني ينقص التوكويك كما ينجم يغيب كومبليتمون. وي الصغير اللي عنده تأتأة وقمنا بالعلاج وقمنا بمراحل العلاج الكل وتخلص منها، هل فما ريسك انها ترجع له؟ بيان سور، خاطر احنا حتى كيف نكملوا من الاول السيونس دو ريديكاسيون ديما لونفون يبقى سو كونترول ديما عنده تقريبا قداش تدوم فتره العلاج؟ يعني اقل رامي. اقل فتره يعني بين الستة وتسعة اشهر اقل هذا اذا تلمو ما عندوش ان سارتان نيفو دو بيغيمو كيما قلت لك صافي راهم هما السون معناتها تروا تيب اللي نقولوا احنا تونيك اللي هو جوست نوكوك على مستوى الفوناسيون. شو معناتها يعني نوكوك جوست على مستوى الصوت خاطر فما توكويك على مستوى يعني يصير لهنا تونسيون مسكولير يبدا يستعمل الكريمات او بيان او بيان ليتيك دو مومبر سوبيريور او بيان باش شت حاجه تو فوا. دونك لهنا وفما بيان سور الميكست اللي هي لا تروازيام معناتها دوغري. دونك ديما راهو الاميليوراسيون اون ريلاسيون افيك لو نيفو نتاع البيغيمون. يعطيك الصحه رانيا بالي مختصه في تقويم النطق، دونك كان عندكم صغيركم عندكم شك فيه طبعا لازمكم تلتحقوا بالناس المختصه اللي عندهم خبره وعندهم معرفه كافيه باش ينجموا يعملوا لو بون دياغنوستيك. واكيد العلاج موجود وشورتو احنا نقولوا دوام ينقب الرخام على قد ما تصغيرك على بكري ويداوم على فتره العلاج ويداوم على حصص العلاج. راه احنا التونسي ديك يرى شويه ولا حتى الشخص العادي خلينا مش تونس يرى شويه اميليوراسيون راه يقول سي بون انا بريت سافا نوقف لهنا يزيني الوغ كو هي لازمها نفس طويل التأتأة هذه او التوكويك باسيونس فوالا اي سورتو كي يبدا صغير نعرفوا حالات التنمر
حتى بين الصغار، او مش حتى نقولوا تنمر على الكبار، راهم الصغار ساعات يجرحوا بعضهم بدون ما يبداوا يعرفوا، يعني ببراءه لكن يجرحوا بعضهم، ولهنا يصير التمييز في القسم او غيره. دونك ان شاء الله بلطف على صغيراتنا الكل. قبل ما نعطي الكلمه للشيف فتحي، خلينا نتعداو للفقره الخاصه بسوبر موس اي سوبر سيستا. جينا طبعا فقرة سوبر موس اي سوبر سيستا، وكي نقولوهم نقولوا جرية رقم واحد في تونس بدون اي منازع، دونك بخبرة 30 سنة في مجالهم، دونك شالي خليهم يكونوا رائدين في هذا المجال وينفردوا بالمرتبة رقم واحد في تونس. اليوم جيتكم باش نذكركم باللي فرانشيز نتاعهم في ولاية مدنين، دونك تلقاو سوبر موس اي سوبر سيستا في طريق مطلع دو سود، دونك روت مطلع دو سود، كيف كيف الفرانشيز الثانية طريق ميدون جربة حومة السوق، تلقاو زاد الفرانشيز الثالثة في شارع الحرية جربة ميدون، وكيف كيف نلقاو الفرانشيز الرابعة في سوق ليبيا في مدنين، الفرانشيز الخامسة في 2 مارس مدنين، كيف كيف عندنا الفرانشيز اس اس والأخيرة هي طريق جربة جرجيس. دونك هذوما هما لي فرانشيز التابعين لي سوبر موس اي سوبر سيستا في ولايه المدنين. بيان سور باش نلانسيو الكونكور على قريب، واللي من خلاله تتعرفوا على شنو هو الكادو، شنو هي المتلا اللي باش تهديها لكم سوبر موس اي سوبر سيستا جريه رقم واحد في تونس طبعا. وانا نعطي الكلمه للشيف رقم واحد في تونس شيف فتحيه. شيف ميرسي يا صفاء، انا سافا تري بيان الحمد لله. انت تعرفها صوص بجاوة ولا لا؟ والله جايه من بجاوة هذيا، جايه من بجاوة، خاطر بجاوة هي منطقه اي تو درس في الجغرافيا. لا بجاوة نعرفها شير طماطر، شير بنزر، شير منوبه، من اي بين ماطر ومنوبه، بين منوبه ودليل على الطريق هذيك، وهي منطقه فلاحيه. فلاحيه فيها برشا قناريه، فيها برشا فلاحه سبيسيالمون القناريه يا شيخ. القناريه بون فيها برشا، مي وي القناريه اكثر شيرة منوبه وسسمه، هي فما ريجيون اخرى مشهوره بها القناريه. نقول لك شو اسمها، مي بجاوه فيها اراضي كبار برشا، شباو شباو، وفيها اراضي كبار برشا، وفيها عباد ديما تهز فطورها الصباح ويبداو، معناها شو يهز؟ يهز قرن فلفل طمطومه ويبداو يتجراو وياكلوا الاكله هذيا في الاراضي نتاعهم الصباح مع العشره، ما يشربوش قهوي عباد فلاحه وكل. الصوص هذيا متسمي عليهم، يعيطوا لها صوص بجاوه. اوكي. الوغ يجيو يقصوا بصله، طرف ثوم، يحطوا عليها كيما يقولوا هما زرصه، ملح، شويه فلفل اكحل. هذا ياخذوا طمطومه، احنا عندنا سيكام ويا ما ادراك، ويا ما ادراك، يجيو يحطوا عليها، يتشوا عليها شويه طماطم، انا حط عليها طماطم كونكاسي، وهو ديما عندهم اكل حكه الطماطم سيكام البنينه ديما يعملوها محمره برشا ومحرحره برشا. الصوص بجاوه ديما تبدا، معناها رغم اللي تبدا حاره وبنينه برشا، تبدا حاره تنجمش تقص عليها في الماكله، ما تنجمش تقص على ماكلتها. الو معروفة بها برشا الغيجون هذيا، غاديك الهريسة ما يلعبوش مع الهريسة في البرد هذاك سورتو، معناها في الوقت اللي يبداو يخدموا في الفلاحة، تعرف البرد والواحد يوكل سو كيفي، ديما يبداو يحرحروا أكلاتهم، يبداو حاطين على كانون ولا على غاز صغير، ويبداو يطيبوا في الحاجات هذوما، وريحتهم وقت تتعدى أنت من الثنية نتاع ليشون هذيك تشم ريحة الماكلة بنينة تهبل، تقول هذايا شنيا الدار اللي طيب، ألوغ تلقاهم فلاحة غاديكا، معناها كلي زوفغي قاعدين يطيبوا في الفطور اللي باش ياكلوه مع العشرة نتاع النهار. الوغ هنا يحطوا شويه طماطم دوبل كونسونتري، خاطر يلزم حمراء باش تعطيهم النشاط، فهمت؟ نعرفوا اللي طماطم يغز فيها زوز طماطمات وهريسه، وافيك سا يرميو فيها قرينات فلفل احمر، يرميو فيها قرن فلفل اخضر، معناها فغيمون يشخشخوها برشا وبنينه برشا، صدقني فيها مطعم بنين ياسر. انا كي ذقتها من الاول قلت شنو هي الصوص بجاوه، معروفه ريجيون فلاحيه، ما جلي ديكوفير، وعرفت اللي هي حاجه بنينه برشا. نحطوا شويه ماء باش تلقى يقولوا فاش تهز روحها تريف في الغليان. الوغ نجيو نعملوا هكا في دقيقه هي تطيب، معناها لو طون اللي هما بداوا يلموا في رواحهم باش يجيو يفطروا يلقاو الصوص بجاوه ديجا طابت. هنايا هي لو طون اللي باش تغلي، يرميو فيها كعبات عظم كيما ترى هكايا، يفرقوهم فوق وجه الصوص، يرميو قرينات فلفل كيما انا توا، قرينات فلفل مسير ان بو باغتو باش يلقاو باش يتحرحرو شويه،
جرينات فلفل اخضر ويغطيوها وتعمل غلوه والصوص نتاعهم مقعد الا يجبدوا الطابونه وياكلوا بالشفاء. هذيك صوص بجوه ريت في رب شتعين وهي حضرت يا سيدي. هايله. تطيب مع بعضها الطماطم والعظم والكلها مع بعضها ملمومه مع بعضها. يعطيك الصحه يا شيخ. دونك نرجع لك انا اكيد بعد شويه. ما خلينا ديريكتومون نتعداو الفقره المواليه اللي هي فقره بيوتي بامضاء طبعا مدام محاسن كسكيس اجمل ومكياج محاسن بروفيسيونيل. عروستنا توا باللي كملنا ايديها وتعدينا توا للمكياج. بيان سور احنا في السنتر نتاعنا سنتر المحاسن عندنا لي ماكيوز اللي تابعين المركب هذايا. اليوم انا شوازي ريما باش تعمل لو مكياج دو لا ماريي، مي عندي دوتر في اوسي اللي هما سو سون دي ماكيوز بروفيسيونيل qui travaille aussi pour les mariés. اليوم le jour de son mariage باش تخرج في احلى حله. راهو يزكم تعرفوا اللي في السنتر نتاعنا انا سي فري نعمل مكياج، مي عندي دونك اون بيل ايكيب اللي تنجم تتلها بيكم. دونك عروستنا لبسناها دونك تنو وقاعدين نعديو في المكياج نتاعها. حبيت نحكي لكم على نو برودوي. نو برودوي سون دو تري اوت كاليتي، ياسر تحفونين. مثلا جو بران ليكزامبل نتاع لونتيسيرن. لونتيسيرن نجمو نستعملوه في الكونتورينغ ونجمو نستعملوه في كوم اونتيسيرن. الحاجه الباهيه اللي فيه هو فيه الفيتامين او ومعمول من البوم ديتالي. عندنا بيان سور لي ستار بودر. لي ستار بودر بليزيور كولور. عندنا
le bleu, l'ocre jaune, le jaune, le doré, l'argent. نجمو نستعملوهم سوا بالبرايمر سوا نستعملوهم avec un tout petit peu d'eau, un tout petit peu d'eau باش يتيان بيان. واللي نستعملو تحت منهم لو فيكساتور دي بايات اللي هو سي نوتر بيشي مينيون كيما يقولوا. سي لو فيكساتور دي بايات حاجه ياسر تحفونه ياسر مزيانه خاطر نجمو نسطرو بيه ايلاينر نجمو نعملو بيه فيكساسيون تاع توت لي بايات تو جونغ دو بايات نجمو نسطرو بيه الحواجب بور لي فام كي ام لي زيفي ناتوريل دونك سي فريمون مانيفيك كوم برودوي. On a aussi donc notre eyeliner. Notre eyeliner, il est noir profond, il ne brille pas et on dirait quand on le trace, on dirait qu'on a tracé avec un crayon et l'effet est magnifique. Donc, حاجة واحدة أخرى اللي تحفونا برشا هي البودرة ليبر متاعنا. بودرة ليبر متاعنا هذه c'est une poudre vraiment transparente. باش ماهيش مش تبدل لون لا كولور دو فون دو تان اون لابليك بور فيكسي لو فون دو تان باش نزيدو نعطيو ان تان فيلوتي اي سو تان فيلوتي اي اون لا ا بارتير دو سيت بودر لا كي اي مانيفيك اي جينيال. لي بايت اون ا دي بايت فريمون دو توت كولور. لي بايت نتاعنا هذوما لا كولور نتاعهم كيف مقصوصين هما كي تقصوا لي بايات القصه نتاعهم دو بارتو اون فوا لا بريونس سي بور سا كي سون تري بريون اي كي سون تري تري بو اي نو سون با مات معناتها فريمون كونت اون دي بريون سي دو لا بريونس سي فريمون دو لا بريونس quelque chose de magnifique aussi et parmi nos nouveautés ce sont les crayons contour qu'on peut utiliser aussi bien pour les yeux que pour les lèvres que pour fignoler un maquillage. Donc Anna le contour des rouges à lèvres sont magnifiques معهم, les rouges à lèvres نتاعهم assortis c'est extraordinaire donc Bihom, on peut faire des maquillages à la banane au niveau des yeux, on peut faire des contours des lèvres, on peut foncer les coins des lèvres ou pour faire un rouge à lèvres dégradé avec le rouge à lèvres 04 par exemple et le crayon numéro 10, on peut faire des merveilles. Donc ce 04, ce rouge à lèvres 04, c'est un rouge à lèvres qu'on doit avoir tout dans notre sac. Pourquoi? Parce que c'est un rouge à lèvres neutre, mat, et on peut le mélanger avec toutes les autres couleurs. Et il va nous donner plusieurs autres couleurs en le mélangeant avec d'autres couleurs. On a des crayons, les crayons pour les sourcils, pour tracer les sourcils. Trois crayons, trois tendances, trois teintes suivant la teinte نتاع الانسان. Donc كل وحده وحواجبها كل وحده. Donc عندنا du plus clair au plus foncé et الحاجه الباهيه اللي فيهم c'est que ما يتنحاوش بالماء و ils tiennent très bien. Ou surtout فالصيف وقت العرق وكل regardez ces belles paillettes qu'elle a fait maintenant elle a presque fini le maquillage regardez c'est très beau c'est magnifique donc elle a fait un maquillage à la banane avec un dégradé le dégradé هذه de la banane d'habitude elle est fermée. D'habitude, quand elle a été créée dans les années 80, la banane était fermée. Maintenant, les nouvelles tendances, c'est que la banane soit ouverte. Et ça donne un regard et des yeux très importants, très jolis et un regard très charmeur avec ce genre de maquillage. Voilà.
Donc, on a choisi, on a fait un mélange avec Rima, on a fait un mélange pour, on a rappelé un peu les ongles mtaha. Regardez le mélange des paillettes qu'on a fait. On a rappelé les ongles mtaha, où on l'a mis au niveau des yeux. Ça va donner quelque chose de superbe. Elle a sculpté aussi le visage avec la palette contouring. Elle a sculpté les pommettes, elle a sculpté le nez, elle a sculpté même le contour des lèvres. Et c'est très, très, très joli. Notre mascara est noir profond. Il recourbe les cils, il allonge les cils. Les soins cheveux pour hommes, et le coupe nta'o. Maintenant, باش نكملوا le maquillage. باش نكملوا le maquillage باش يخرج اسمح عروس في الدنيا. Voilà. Donc le maquillage نتاع l'homme راه il est معناتها très simple, essentiellement un fond de teint, essentiellement le fond de teint, un tout petit peu de poudre. إذا كان وجهه يزيت ياسر يلزمكم تعرفوا اللي le teint نتاع l'homme يلزمو قد ما احنا le teint نتاع la femme généralement on le fait un tout petit peu plus clair par rapport à la couleur نتاعها. Pour l'homme يلزمو يكون un tout petit peu plus foncé باش يظهر le plus naturel possible. ما ننساوش اليدين كيف كيف قربتوا شويه يديك لوجهك pour vérifier باش نرى سي سي فريمون. قرب شويه فوالا سي تري بيان. هي تعرفوا لي الرجال جينيرالمون يلزم حواجبهم فراسة مش كيما النساء.
دونك كانت هذه هي فقرة البيوتي بإمضاء مدام محاسن كسكس جمال ومحاسن مكياج بروفيسيونيل. أنا باش نلتحق ديريكتومون باش فتحية في الكوجينة عندي فاش نعاون عندي شنعمل نعمل ما نعملش. شخلت السلطة يا صفاء. أوكي باهي. ألوغ؟ ألوغ اليوم قلت لك السلطة نتاعي بسباس صحيت. ألوغ جست وقت اللي تخصوا البسباس ديما عندكم شطار قارصة. تبدا تقص وتعصر في القرص فوق منه باش يقعد ابيض مزيان باش ما يسوكسيد با. هو القرص هو اللي يركحك الاكسيداسيون تاع البسباس ومتاع الخس ومتاع الحاجات هذوك الكل. هنا عندنا شويه فلفل اكحل شويه ملح رطب كعبة زيتون عند بني غلين لا غروند ايبيسري. هوني عندي جبن سيسيليا مرياح بنينه برشا بجبن سيسيليا مرياح وعندي زيت زيتونه من عند بني غلين لا غروند ايبيسري. هذوما نحطوا لهش ياسر زيت خاطر البسباس ما يخوش ياسر زيت. مغرفه وسلطتنا حضرت شوفها كيفاش مزيان مزيانها. تنجموا تزيدوها رشه معدنوس تنجموا كعبة ليمون مقشرة مقصوصة تنجم كبار التن باش تاكل معاها هذاك ومعبي بالتن. اوكي باهي صافيت ماذا بها التن دون تو لي كوان دغو ماذا بها حتى شريبة الماء تلقى معاها هذاك وقال تعرف جبن وهريسة مغرفة هريسة كاو نحب الموز حب كاس ماء حب الموز فيه طرف تن اي اوكي وجبن وهريسة ويكفي هذا ظهر لي شاف مفهوم ساندويتش العياري. عرفت ساندويتش عياري في الهريسه والطن وال عمري ما كليتو انا كليت ساندويتش عياري دونك شيف نقولوا للناس طبعا اللي يتفرجوا فينا تو للمشاهدين احنا شويه اخر باش تلقاونا موجودين عند بني غلين لي بوان فونت جديده اللي تم افتتاحها اليوم ابارتيغ من الاربعه. دونك من الاربعه ديجا تلقاوهم موجودين في برج الوزير. برج الوزير حافله غادي طبعا في بني غلين لا غوند ايبيسري اللوغو نتاعهم بالاصفر انيماسيون فما دي كادو ديغوستاسيون بوفي الجو وشي خات الكل الكل تلقاوهم غادي. وإحنا شويه اخر جست نكملوا في ساعه الاميسيون باش نخلطوا عليهم من نخرجوا فاصل نخرجوا فاصل خلينا نخلطوا في ساعة في ساعة نخرجوا فاصل من بعد تلقاونا بيان سور في الفينيش فاصل ونرجع. علاش ليه؟ التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة وتن البدر حذرناه سلة سلة محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميجا 3 تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ Very nice.
حارة. اوبا ده جامد يا عم. نايس. ممتازة. بنينا. رائعة. حلو بس حارة والله، بس عادة قوية. طب ميسي يا لو. عسل. الله حارة يا حتى بتزيد زيد. هذه تفيد حتى على لشان الجو. نفس النوبة استخدمه. خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين. برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم. الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا. وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا لكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برقاوي غيدو بيطار. بيسخي بين إغلال زارتنا البرك. سير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72-317-616 72-317-616.